تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. رفعت سموها فيها إلى مقام جلالته السامي أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة منح جلالته وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا للدور الكبير والمساعي المخلصة والحثيثة التي يبذلها جلالته عبر عقود ممتدة لترسيخ مكانة مملكة البحرين كحليف استراتيجي وشريك مؤثر في مسار العلاقات الدولية، بما يحفظ ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولما يضمن استقرار وأمن المنطقة لتحقيق السلام والأمن والرخاء العالمي، والذي هو على رأس اهتمامات جلالته وكما هو مشهود لجلالته على كافة الأصعدة. أعربت صاحبة السمو عن مدى اعتزازها وسعادتها بهذا التكريم والتقدير الذي يستحقه جلالته نظير جهوده حفظه الله الرائدة ومواقفه الشجاعة في هذا المجال، داعية المولى عز وجل أن يسدد خطى جلالة الملك المفدى على درب الرفعة والرخاء، وأن يديم على جلالته التوفيق والسداد لتحافظ بلادنا على نهجها الثابت ومكانتها المرموقة كمهد للسلام والتعايش المتحضر بين شعوب العالم أجمع.